شباب اهلا بكم، رجعكم بسبيت واهلا بكم في فيديو جديد في تروف. يس، الحلقه الثانيه يا شباب في السلسله بتاعت اوب وات مستر بيت. بقت سلسله ولا ايه؟ يب بقت سلسله. مش انا مش عاوز اقول كلمه مش بقدها، لكن اتمنى انها تكون سلسله. انها المره اللي فاتت ساعه ما عملت الفيديو وربعت فيديو ناس كتير عجبته، وناس كتير ادتني اقتراحات وكومنتات كتير، فالناس بتقول ان اللعبه جميله. لعبه طبعا لازم تتعلمها كويس والا مش هتعرف تلعبها. دي حاجه توقعتها بالنسبه للالعاب في الستايل ده اللي هو الاوبن وورلد والكلام ده. الناس كانت لازم تتعلمها، لكن ناس كتير لعبتها من على القناه، من متابعين على القناه، من ناس كتير بيقولوا انهم لعبوها واتبسطوا فعلا بيها ووصلوا لمستويات عاليه جدا. فطبعا لو عندكم اي نصايح ليا يا شباب وانا في بدايه اللعبه دلوقتي، يا ريت تكونوا بتقولوها لي. مش عاوز اكون بتعلم كل حاجه من الناس او من الانترنت، لان الصراحه مش بتبقى ممتعه للدرجه دي. فبحب في البدايه كده ابتدي العبها انا بنفسي، اتعلمها، اشوف الاستايلات بتاعتها، اشوف العب ايه، يعني اشوف اجربها بنفسي. بعد كده اشوف ايه افضل طريقه اجيب بيها حاجات وماتيريالز وهيروز. لكن في حاجه تانية لاحظتها، ان هنا في حاجه اسمها المودز. فهنا في مودات ممكن تحطها. لو عندكم شباب اي اقتراحات لمودات كويسه لتروف، يا ريت تكونوا بتسيبها لي في الكومنتات تحت، بحيث اقدر اكون بضيفها واوريها لكم الفيديو اللي جاي، لاني هرفع الفيديو ده قبل ما اسجل فيديو جديد. فدلوقتي تعال نشوف هنكون بنعمل ايه دلوقتي لما ندوس ال الحاجات اللي ممكن استلمها. بارتي انيمال، اوكي. دراجون كوين، اوكي. ودي كوينز عادية وكوينز عادية، جميل. بعد كده لما نفتح دي، يا ده كل في حاجات دي، كل الحاجات دي بمعنى اصح انها بفلوس. بفلوس، جميل. دلوقتي دي دي 2، اوكي انا خدت دي 2 تقريبا. اهو نايس. ايه ده؟ معرفش، بس بونس فور نيو بلايرز، انفنتوري اكسباندر، اوكي جميل جدا. دلوقتي عاوزين نشوف الكوستات بتاعتنا ونشوف نقدر نعمل ايه. بصوا هنا اول كوستات، الكوست الرئيسي عندي هنا اللي هو تيك داون مور دنجنز. ناس كتير قالت عن موضوع الدنجن ده، ان الدنجنات نوعين، واحد صغير واحد كبير، واتمنى اروح للكبير يعني بحيث انه يبقى فيه لوت افضل. وده ستور احنا كنا فيه من شويه، فري دراجون. بام 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 بام. اني باك فور ريل كرنسي، اني باك يعني ما تشتري اي حاجه من دي، اي حاجه من الباكس دي تقدر تاخد الفري دراجون. لا مش مهتم الصراحه، مش مهتم في الوقت الحالي. ممكن اكون بجربها بعدين، لكن في الوقت الحالي نو نو نو. فدلوقتي عاوز اشوف كنا بنروح ل لا ده بن لا بي اللي هي الانفنتوري. مش فاكر اساسا الكنترولز بتاعتي. اوكي دي اللي انا خدتها اساسا بنيتها. اوكي خدت منها شارب ستون، جميل. بعد كده كنترول بي. Do you want to leave? No. Bomber World. No. بصوا يا شباب، دي كل الكلاسات اللي موجودة في الوقت الحالي في الجيم. فيا ريت تقولوا لي لو في كلاس معين هو هيبقى بالنسبة لي مفيد، يا ريت تقولوا عليه فعلا أكون بجيبه، لأن يعني في حاجات كتير أوي هنا حلوة. أنا معايا ده، معايا ده، لكن في حاجات تانية كتير هنا، في حاجات كتير هنا عاوز اجربها. فيا ريت يا شباب، يا ريت في الكومنتات تحت تقولوا لي ايه هو افضل كلاس اكون ببتدي انشن عليه. غير كده عندي حاجه اسمها الستاتس. الستاتس دي بتبين لك الباور بتاعك، الدمج وموفمنت سبيد وكل حاجه من الحاجات دي. مش وحشه، كويسه ان هو يبين لك الدمج بتاعك عباره عن ايه. اوكي احنا اخر مره رحنا على بيراما فورس وورلد. ممكن نجرب دي، ان باور رانك بيقول لك ريكوايرد 100 وده 160. فطبيعي كل ما هتتقدم في الدنجنز كل ما تتقدم في العوالم. بص في كميه عوالم قد ايه، كل ما تتقدم في العوالم اعتقد ان بيديك لوت احسن. فعاوز اكون بجرب الديزرت فورتنير وورلد. انتر.
وانا عارف ان ممكن اندم على اللي انا عملته ده، بحيث ان هنا ممكن تكون صعبه قوي للدرجه دي ما اقدرش اتحملها. فقبل ما اعمل اي حاجه انا عاوزكم بجرب الدمج بتاعت الموبس اللي هنا او البوتات اللي هنا. او لاج سبايك، جميل. فين البوتات؟ اهو، هذا بوت يا بوت، تعال يا بوت. اوكي، فعلا مش عاوز اكون بجرب الدمج بتاعهم، بس شايف نفسي اقدر اتولاه يعني، ما متش. اوكي، دمجهم عالي. ايه، دمجهم عالي جدا. اوه، انا حاسس الموضوع ده مش هيبقى سهل. ليه حاسس الموضوع ده مش هيبقى سهل؟ اهو يعني احساس، هو احساس كده. فانا ممكن اخدها من قصرها. ماين شيب ستون. لا، انا عاوز اجرب دنجن، ما ينفعش. عاوز اكون بجرب دنجن. الدنجن، في دنجن هنا، في دنجن تحت هنا اعتقد اني لقيته. بس قبل ما اروح لاي حته، دوس كليم ونعمل هنا ريستور، بحيث نجيب، بصوا، الفلاسك اللي هي الفلاسك اللي هتزود لي هيلث، البومب كمان يكون عندي كل حاجه. حلو، بعد كده بقى نبتدي نشوف الدنجن ده فين. الدنجن ده في وشي. كويس ان مفيش فول دامج، انا قلقت للحظه كده، قلقت ان يكون في فول دامج. كويس ان مفيش فول دامج. بيقول لك سلي، بصوا هنا كده، سلي ذا ماد ستيم ايجر. اوكي، او اوبجكت كومبليت. ويت، وات، هو حد جه قتلهم؟ وات يا وات، حد جه قتلهم؟ وات برا. اوكي، ام جونا تيك ات. بس اللوت، انا اللي يهمني هو اللوت. الناس كانت بتسالني ازاي مستر بيت الفيديو اللي فات كتبت ماينكرافت وروبلوكس وجيتش امباكت كلها في لعبه واحده. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بعمل ايه؟ بعمل مايننج، بجمع موارد. يعني بص، اها، ماينكرافت، فانت حلاوتك انك ممكن تروح في اي عالم تبتدي تكسر زي ما انت عايز، تكسر اللي يعجبك، تجمع موارد زي ما انت عايز. بصوا اهو، تجمع موارد، مفيش اي مشكله. تروح العالم اللي انت عاوز منه موارد، تجمع موارد، مش لازم تروح تقتل. بالاضافه ان انا في الوقت الحالي رايح للدنجن ده، فندوس تاب، نرجع كده ونستدعي شويه زمايلي. اوي، خلاص عارف. اوكي اوكي، فين اللي انا خدته دلوقتي؟ او ده ريكويرز ليفل 8. اوكي، واو، ده هيزودني كتير قوي. اوكي، بص، نايس. مش بقول لكم كل ما تطلع كل ما اللوت يبقى احسن؟ مش كده جيت على العالم ده؟ مش هقدر امشيها خطوه خطوه. انا لو اقدر اروح على العالم مره واحده، اروح على العالم على مره واحده، يعني ده هيخليني انط مره واحده. دلوقتي هنا بيقول لي سلاي، نفس الفكره، بس عاوز اعرف انا، يا انا هنا محتاج بقى نشوف هو فين الستيم ايجر ده. كومباني عاملين حفله هنا انتوا. شكرا على اللوت. في واحد هنا، مين ده؟ ليه حاسس ان ده وحش؟ وده بص ولا حاجه؟ يس، ده كان اول بص. اوكي، ايزي. هاي، باي، جيف مي ذا لوت. نايس. دلوقتي بقى قبل ما نروح ابص الكبير، نبتدي نشوف انا جبت ايه. بصوا، جبت ليجندري ستاف، ليجندري، باضافه ليجندري هات وستاف ثانيه وستاف ثانيه. واو، باور رانك 25، باور رانك 28، باور رانك 27، باور رانك 26. دي هتزود لي ماجيك دامج وكريتيكال وكريتيكال هيت، كريتيكال دامج وكريتيكال هيت. اوكي، اولا الهيت دي طبعا تتلبس، دي اساسيه، دي 77. زود لي ستابيليتي، بس هتقلل لي الجامب. كل دول هيقللوا لي الجامب. انا اعتقد ان دي، اعلى واحده، يا انرجي ريجن او هنا تزود لك موفمنت سبيد وستابيليتي. عامة انا كده كده اخليهم معايا، ما تقلقوش، هكون كده بخليهم معايا اوريدي. فعاوزين بس نشوف. بص الستيف بتاعتي. يس، دلوقتي الستيم ايجر ده موجود فين؟ يا بصوا، انا كنت بنط كتير، دلوقتي مش عارف انط. دلوقتي انا مش عارف انط. يمكن محتاجين نروح بالبوابه دي، ممكن
اوكي دخلنا منطقة غريبة قوي. What is this؟ ايه الاحصنة والسحاب ده كله؟ احنا فين؟ اوه What is this؟ في حاجة بتلمع هنا، هتديني ايه؟ يس اوكي توقعت توقعت، بدي قلت حاجة بتلمع يبقى هتديني لوت 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 لوت. شكرا شكرا على اللوت، شكرا على اللوت. دلوقتي ده اوه هيزود لي 5 جامبس بالاضافه لده. اوكي 257 328، لا ده احسن معايا باور رانك هنا ايه افضل. ده هيزود لي ماكسيمم هيلث وهيزود لي هيلث ريجن. ده مش هيزود لي هيلث ريجن للاسف. وده 7 جامب هيبطئني شويه لكن ده افضل بكتير من اللي معايا. جميل دلوقتي اوه يس دلوقتي عارف انط، دلوقتي اعرف انط اخيرا. دلوقتي واحد يعرف ينط كده اهو، بوم يطير يطير يطير. انا دخلت في ماينكرافت فعلا، دخلت في ماينكرافت. شغل ده شغل ماينكرافت. اوه ايه المسرح ده؟ احنا في مسرح حرفيا، احنا في مسرح وشايف في ممثل هناك. ممكن توقيعك؟ اوه ليه حاسس ان انت مؤذي؟ ليه حاسس انت مؤذي؟ انت بتعمل سبون لحاجات غريبه بس كده كده هتموت يا بيبي. موت يا حبيبي. يلا ابوي ايزي ايزي، هو ده اللي كان المفروض نقتله. ايزي ليجندري لوت نايس. اوكي هل ده احسن من اللي معايا؟ لا لا مش مفيش حاجه احسن من اللي معايا قوي اساسا. تو باد تو باد ان احنا قتلناه. بس اوريدي خلصنا الكويست بالمناسبه، كويست احنا خلصناه. دلوقتي ممكن نرجع للعالم بتاعنا ونشوف ممكن نعمل ايه تاني. فادوس اتش بابا بام بابا بام فلما ادوس ال يس ده الريورد بتاعتي كليم نايس. اوكي فين بقى الصناديق بتاعتي اللي كنت المفروض افتحها؟ او ده اول واحد ده اللي هو ماينر ستروف. اديني وان دايموند. اوكي فين بقى الصندوق التاني اللي محتاج افتحه؟ ده ستارتر كيس شيست اوين فلكس. مش عارف اعمل ايه بفلكس دلوقتي اساسا، معرفش هعمل ايه بفلكس. ها نو وريز نو وريز. انا هشوف بس الواد التاني فين اللي احنا ناخد منه كوستات. اوه بيرسونال شيست، اوه بيرسونال شيست. اوه واو ده ممكن نحط فيه الحاجات هنا. اوه يس يس ممكن نحط فيه الحاجات دي. اوكي ارمي الحاجات دي كلها هنا. لا الانابل خليها معايا بالمناسبه. ارمي كل حاجه هنا، كل حاجه ارميها لي هنا كده، مش محتاج حاجه خالص دلوقتي. فضي لي الانفنتوري بتاعتي لان عندي هنا مكان فاضي اوريدي. نايس لكن فكره لو عندي دي ممكن اعمل بيها ايه؟ يعني انا فاهم بس ممكن اعمل بيها ايه؟ يعني حاليا انا ما عنديش استعاب. دي ثانيه واحده، دي كان بي تريدد كونسوم. يس زود لي زود لي المكان ده. اورايت حلو جدا. اوه اهو اهو شايت. يس ثانك يو. اعتقد ان هو عاوزني اروح اشوف ويلكم بورد. ما اعرفش الويلكم بورد دي ايه الصراحه. هو ده لا ده مش ويلكم بورد، ده اول عالم. فين ويلكم بورد؟ هي دي فعلا وانا عمال ادور عليها. هي دي دي انت كنت بتكلمني على دي برا. الكويست اللي بعد كده محتاج اكون بعمل كنترول وايه. اها انتر. عاوز نروح الكيرست فالي لسبب معين معرفش ايه هو، بس كنا محتاجين نتكلم ده. Would you like to start a following adventure clear? Yeah, sure, why not? محتاجين نقتل واحد فايكنجز؟ ايزي ايزي يلا بينا. هما هيموتوه، سيبوه سيبوه. في ناس معاها تنانين هنا في الحصان بتاعي، الحصان بتاعي مش الحصان بتاعي افضل، اسرع بكتير جدا. Run boy run. run. اوكي تعالى كابتن انت، تعالى كابتن انت موت. قتلوه. فين اللوت؟
انا مش همشي من غير لوت. هم قتلوه وانا موجود هنا، يبقى استحق اخد اللوت. يس لوت لوت ثانك يو. الكويست اللي بعد كده عاوزني ستارت طلعني من هنا بليز ثانك يو. الكويست بعد كده عاوزني اروح للقلعه، عاوزني اروح للقلعه. في واحده قريبه من هنا، يا في واحده هنا، تعال نروح لها. عاوز نخلص ميشن بثلاث ثلاث نجوم، بس عاوز اجرب اشوف ايه ده. اوكي مايننج. او وات از ذس. اوكي شاردز، شوفي حاجات زي كده، حاجات محترمه. يلا بينا. يو 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 وات از ذس. ايه الدنجن الجميل ده؟ ايه الدنجن الحلو ده؟ موت بس يا كابتن، انت مش فاضيلك اساسا. اوكي هو ده سلاي ذا بيرت لورد، مش هو ده؟ مش هو ده اللي احنا المفروض نموته اساسا؟ مش هو ده؟ ميبي نوت. هو ده؟ طيب اعتقد ان هو ده يا كابتن. انت يا كابتن، انت يا كابتن، انت وهو. يلا شباب او لسه، مش هو ده برضو؟ بس في لوت، جيف مي ذا لوت. طبعا مش هكون بستخدم ده اوريدي، معايا حاجات اقوى. يا عم روح نام انت، روح نام روح نام روح نام. يلا بينا. فين هو بريت لورد ده؟ لقيت بوابه، لقيت بوابه. اوكي وات از ذس، المفروض في حاجه تكون هنا يعني ولا ايه؟ وات از ذس. اها هو التليبورتر جابني هنا. اوه هاي، انا ما اعرفش بعوم في الميه ليه بس هاي. اوكي اوعى يكون ده حاجات بتوقعني تحت. وغطس، بنغطس تحت، بنغطس بنغطس. اوكي اتمنى ما يكونش هنا في غرق، اتمنى ما اغرقش فعلا، اتمنى ما يكونش في اكسجين، اتمنى بس اتمنى فعلا ما يكونش في اكسجين، عشان لو في اكسجين انا هروح في داهيه. بس ما اعتقدش ان في ناس هنا. اوه يا كابتن انت، يا كابتن انت كنت تسيبولي، عاوز اموته انا، عاوز اموته انا. فهمت الميشن، يعني محتاجين ندور في الدانجنز الكبيره دي عشان نعرف نلاقي معلومات عن حد اسمه تود ستورم. اوكي تود ستورم، تود ستورم. بالمناسبه قصدي الكلابس دي، يعني ايه كلابس؟ اللي هي الجيلز وكده، عشان مش عارف. لما ادوس كنترول ايه دلوقتي، بصوا الباور رانك بتاعتي 264، فانا كنت هنا صح؟ دلوقتي ممكن اروح هنا 250، هتبقى صعبه، هتبقى صعبه، لكن هاخد لوت احسن، وده انا عاوز اروحه. يلا بينا دلوقتي، عاوزين نروح نشوف في المابس اللي دنجن محترم. اوكي اوه وات از ذس، از ذس ا دنجن؟ اوه اوه نو ستوب بليز. اعتقد ده دنجن، اعتقد ده يوديني على دنجن ميبي. ممكن ادوس على هنا على طول، يوديني فين؟ يوديني فين؟ اها ما ودانيش في حته مفيده، هو خيط نطت من مكان لمكان. بس اوكي انا عاوز اشوف الدنجن موجود فين. او في واحد، في واحد رايح له. نو نو باد. اوه هو ده الدنجن، هو ده الدنجن، ابتديناها. ها سكيلتون لورد، ها تعالى كده كل يوم لما ادوس واحد ما بتضربش، واخليهم يضربوه واروح انا ايه اكمل عليه. نايس عايش 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 عايش. هو كان في واحد قريب مني، سوري. اوف يس شكرا على اللوت. في واحد تاني محتاجين نقتله، الكورسد بيرت لورد ده. اوكي وات از ذس، في جولم هنا، شايفين الجولم ده؟ اوف ايه. اوكي هي هيتس هارد، اعمل هيل. مينيونز كيل هيم. اوكي ده كان جهاز تبع الدنجن. وات از ذس، وده برضه كبير قوي ليه؟ تجيب عجبني منين؟ موتوه. اوه في نحله برضه، موتوه. حلو الستان ده، حلو قوي حاجات الستان دي، تفضل تضرب فيه يفضل يعمل له ستان. تعال اقتلهم كلهم مره واحده. يلا مينيونز اقتلوهم، وانا اروح اقتل الاخ ده. تعالى كل يوم اعمل هيل، موت
ثانك يو ثانك يو. دلوقتي في حد تاني عاوز يموت؟ في حد تاني نفسه يموت؟ اوكي يلا بينزع تحت في اللافا. نطير كده نطير 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 ونط تحت. ما بحبش المتاهات، بكره المتاهات. متاهه متاهه متاهه. عدينا يمين ما لقيناش حاجه، نمشي في النص مفيش حاجه، يبقى اكيد على الشمال. يلا بينا اكيد هنلاقي حاجه هنا اكيد. يس يس. فين هو؟ اهو. اوه هاي هاي. انت انت اللي محتاجين نقتله ولا مين؟ اعمل هيل. يس هو ده هو ده. بس اظن في حد تاني محتاجين برضه نقتله. افتح لي. نايس. دلوقتي نشوف ال ده لو جبنا حاجة. اوه هيزود ماكسيمال هيلث ويلث ريجن وليزر ما ليزر مانسي. معرفش ايه هو ده، لكن ده فيس وده هات. هو ده افضل من اللي معايا، مفيش نقاش. اللي كانت معايا كانت حلوة برضو، بس اللي هو ايه بتزود لي كريتيكال دامج. بالاضافة لدي بقى هتقلل لي الكريتيكال، بس هتزود لي ستابيليتي وماجيك دامج وانرجي ريجن. في حاجات كتير عاوز اكون ببص عليها اذا كانت هتبقى افضل من اللي معايا. اوه يس البوابة دي اللي هتوديني عنده. تعالى بقى تعالى يا برنس، تعالى يا برينجي يا برينجي. اوه بوي ليتس جو ليتس جو. انت كابتن، انت كابتن بتضرب بالمينيونز بتوعتي، مش عيب عليك. احنا كده كده اوريدي موتناه، فموتوا موتوا. بقول لكم حلاوه الشامبيون النوعي ده او المينيون ده انه معاه المينيونز بتاعته، السكريبت بتاعته دي، دول مساعدين لي جدا بالمناسبه. نايس. دلوقتي خدنا حاجه محترمه. ريكوايرد ليفل او ريليك هات. واو. او 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 ثانية واحدة. وات هيل وات از ذس. او بصوا السكيلتون بتاعي، تعال كل يوم انت وهو. شايفين السكيلتون بتاعي بيعمل ايه؟ بينفخهم. عاوز موتنا انا؟ جود لك. اوه واو ما اعرفش ايه هو اللي بيظهر لي ده. بس انا خلصنا الدنجن خلصنا الدنجن خلصنا 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 الدنجن. زي ما كنت بقول لكم ده ايه مشكلته. اوه ممكن البسها دي ريليك، اعتقد دي اعلى، بتزود لي ماكسيم هيلث وهيلث ريجن. دي برضو بصوا ماجيك دامج وماكسيم هيلث وهيلث ريجن. طبعا دي ب 25 دي كانت 32. واو 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 واو. طب انا دلوقتي عاوز اعرف الحاجات اللي زياده دي عندي ممكن اعملها، ممكن اكسرها. اها اوه ممكن اسحبها على الزباله، اكسر ارميها في الزباله، لكن ما ينفعش اكسرها استفيد منها. مش عارف. لكن دلوقتي بصوا اي دايمن دراجونايت كليم. اوه واو واو دراجونايت. بعد كده فلكس وكريديت ومعرفش ايه ده والبليتش بون، حاجات كتير. وستارتر تشيست تشيست ايه تشيست. دلوقتي بقى اوعى كده هنا، افتح لي ده يا برنس. و سان لايت بولب. اها وده اوبن. اوكي اير جيم وفاير جيم. جميل. ما اعرفش احتاج الحاجات دي في ايه، لكن اهي حاجه من اللي فيها. دلوقتي الباور بتاعتي 276 276، فمحتاج العب هنا شويه في العالم ده شويه لحد ما اقدر ما اوصل لحد باور 400 اللي اروح بيها على العالم اللي بعد ده. ده محتاج باور رانك 400، انا لسه 276 لسه بدري عليا. بس فبكده يا جماعه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، انترو واتمنى يكون استمتعتوا واستفدتوا، واتمنى اشوفكم في فيديو جاي. اوه واي نصايح يا شباب يا ريت تبقى في الكومنتات، لو حد عاوز يلعب معايا يا ريت برضه يقول لي في الكومنتات او في الديسكورد او يتواصل معايا على انستجرام، كله متاح معايا. فبكده اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لكم استمتعتوا واستفدتوا، واتمنى اشوفكم في الفيديو الجاي. اديوز اميجوز.